بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم ابنائي الطلاب، طلاب بريب 1، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. طبعا كالعاده ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه ونتابع طبعا صفحه مستر ساينس على الفيسبوك، الجروب بتاعنا على الفيس، عشان تعرف جدول الحصص بتاعتك ومواعيد تنزيل الحصص. كل اللينكات الخاصه بينا عشان تعرف معلومات عن المستر ساينس موجوده تحت الفيديو وفي صفحه الفيس، تقدر انت تعرف كل حاجه، وطبعا في القناه كمان. النهارده يا ولاد هنتكلم طبعا عن طبعا جزئيه مهمه جدا، يونت 1 ليسون 3، درس مهم جدا جدا. الدرس ده طبعا اساسي معاكم لانه هيكمل معاكم للسنين اللي جايه كلها كمان، فلازم تكون متاسس فيه كويس، حافظ الرموز كويس، ما تطلعش من الحصه دي من غير ما تكون حافظ رموزك. تعالوا بقى عشان ما نضيعش وقت كتير في المقدمه، تعالوا بقى نبدا الدرس بتاعنا. يعني ايه ماتر يا ولاد؟ احنا قلنا يعني ماتر اني ثينج ذات هاز ماس اند فوليوم، اي حاجه ليها ماس وليها فوليوم تبقى ماتر. طب الماتر بتتكون من ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، من مولكيولز اللي احنا خدناها الحصه اللي فاتت، يعني قطعه الحديد اللي قدامكم دي، البيس اوف ايرون دي مثلا، اكيد بتتكون من ايه؟ تقول لي يا مستر بتتكون من اكيد سمولر يونتس، يونتس اصغر اسمها مولكيولز، يعني كل دي مولكيولز يا ولاد، بس طبعا احنا مش بنشوفها بعينينا. طب يا مستر احنا الحصه اللي فاتت قلنا ان المولكيولز دي مش فاضيه من جوه، هي بقى دي اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل بقى يا ولاد. يعني المولكيول اللي انا مشاورت عليه ده مش فاضي من جوه، ده فيه سمولر يونتس، يونتس كمان اصغر. تخيلوا يا ولاد، هعملها لكم بلون مختلف دلوقتي عشان تعرفوا ان هي في كمان جوه المولكيولز دي بتتكون من حاجه اسمها اتومز، يعني من سمولر يونتس كولد اتومز. طيب يا مستر يعني المولكيول ده فيه اتوم وده فيه اتوم وده فيه اتوم تانية وهكذا. يبقى معنى كده يا مستر ان بصفه عامه الماتر كونسيست اوف مولكيولز، والمولكيولز كونسيست اوف اتومز زي ما انتم شايفين كده. احنا بقى هنتكلم عن مين يا ولاد بالتفصيل؟ هنتكلم عن الاتوم ديت، عايزين نعرف ايه هو الاستراكشر بتاع الاتوم. بس قبل ما نعرف الاستراكشر بتاعها، تقول لي يا مستر ما احنا لازم نبقى عارفين الديفينيشن بتاعها الاول. احنا عايزين نعرف يعني ايه اتوم، ايه هو الديفينيشن بتاعها، وطبعا بعد كده ندرس الاستراكشر بتاع الاتوم، وبعد كده هتشوفوا انيميشن هيعجبكم جدا بيشرح الاستراكشر بتاع الاتوم كمان بطريقه جميله جدا وهتعجبكم. يبقى وات از مينت باي اتوم بصفه عامه؟ النقطه الصغيره خالص اللي احنا اصلا ما بنشوفهاش بعينينا دي، اللي هي اسمها الاتوم دي، ايه الديفينيشن بتاعها؟ It is the fundamental building unit of matter. يعني ايه كلمه fundamental building unit؟ يعني الوحده الاساسيه اللي بتتبني منها اي ماتر، سواء كانت solid or liquid or gas. تمام كده؟ يعني معنى كده ان الكبر مثلا، النحاس ده، سلك النحاس ده يا مستر بيتكون من كبر مولكيولز بالظبط، والكبر مولكيول ده نفسه فيه اتومز بقى اللي هي كبر اتومز. ايوه كده. يبقى ايه الاتوم بقى؟ هي ذا فاندمنتال بيلدينج يونت اوف ماتر، اصغر حاجه بتتكون منها الماتر، زي الحيطه اللي اصغر حاجه بتتكون منها هي الطوبه، صح ولا لا؟ نفس الفكره يا ولد. طيب تعالوا بقى نشوف الكيميكال سامبلز اوف elements. قبل ما نتكلم بقى عن الاستراكشر بتاع الاتوم، لازم نعرف الاول ايه هي الرموز بقى بتاعت الاليمنتس يا ولاد وازاي بتتكتب. عندنا طبعا مجموعه من الاليمنتس، طبعا عندنا 118 اليمنتس until now، 118 عنصر معروفين في حياتنا. انا يعني عايزكم بس تحفظوا حتى اللي موجودين قدامكم على في الشاشه دي يا ولاد. يعني انت ممكن بعد كده تثبت الصوره ومثلا حد يسمع لك وتعرف طبعا الرموز دي بالذات، زي مثلا الليثيوم ال اي الرمز بتاعه. لو خدتوا بالكم بقى ان اول لتر دايما، يعني لو اليمنت بيتكون من حرفين، الحرف الاول لازم يكون كابيتال والحرف الثاني بيكون سمول. تقول لي يا مستر طب يعني والحرف الثاني سمول، لو انا كتبته كابيتال، لو احنا عملنا كده يا ولاد غلط طبعا. ليه؟ لان كده كانك بتقول ان ال ال دوت اليمنت والاي ده اليمنت تاني. فهمنا يا مستر، يعني حضرتك عايز الاول كابيتال والتاني سمول عشان لما نشوفه نعرف ان ده اليمنت واحد بالظبط كده. تمام كده؟ طب البوتاسيوم كي، ايه يا مستر اللي دخل حرف الكي مع البوتاسيوم؟ طبعا يا ولاد في بعض الرموز مش متاخده من الكلمه الانجليش بتاعتها. فطبعا البوتاسيوم دي متاخده من كلمه باللاتين لانجوج اسمها كاليوم. الكاليوم دوت بصوا كده، الكاليوم خدوا منه حرف مين؟ الكي. الصوديوم كمان نفس الكلام، الصوديوم قال لك احنا خدنا قبل كده الاس للسلفر، بصوا كده الاس اهو سلفر الرمز بتاعه اس. طب هنيجي ناخد للصوديوم ايه يا جماعه؟ اس برضو.
لا لا مش هينفع بقى، احنا ندور على الكلمة اللاتيني بتاعته نتريوم. اه دي كلمة باللاتيني، كلمة الصوديوم معناها باللاتيني باللغة اللاتينية، يبقى نتريوم خلاص خدوا أول حرفين يبقى الصوديوم ان ايه، وانت بتكتب برضو الأول كابيتال والتاني ايه سمول. الكالسيوم سي ايه ده من اسمه عادي، مغنيسيوم ام جي الأول كابيتال والتاني سمول، ألمنيوم اي ال، زنك زد ان، ايرون اف اي، كلمة فيروس وفيريك يعني برضو كلمات لاتين لانجوج، لكن هو اصلا اسمه بالانجلش ايرون. الليد بي بي، الكبر سي يو، الميركوري اتش جي، نحفظ يا ولاد الكلام ده كله. السيلفر اي جي، الجولد اي يو، هيدروجين اتش حرف واحد خلاص اتكتب كابيتال وخلاص، اوكسجين او كابيتال، النيتروجين ان، فلورين اف، كلورين سي ال، برومين بي ار، ايودين اي، هيليوم اتش اي اول كابيتال والتاني سمول، ارجون اي ار، سلفر اس، الفوسفورس بي، كربون سي، سيليكون اس اي. ادي السيمبلز بتاعت الالمنتس يا اولاد. عرفنا في شرطين مهمين، ان لو الالمنت بيتكون من حرفين الاول كابيتال والتاني بيكون سمول. الحاجه الثانيه ان في سام elements تمام are taken from Latin language، يعني بتاخدها من اللغه اللاتينيه not from English طبعا language، مش من اللغه الانجليزيه. طيب تعالوا بقى نعرف the atomic structure. هي دي يا مستر النقطه اللي كنت راسمها في اول بيج يا مستر، هي دي النقطه. اه يعني دي لو كبرناها او شفناها هتبقى بالشكل ده بالظبط كده. طب بتتكون من ايه بقى يا مستر الاستراكشر او الاتوم دي؟ تعالوا نشوف يا ولاد. اول حاجه the atom consists of، تتكون من number one nucleus. فين مكانها دي يا مستر؟ هي دي يا ولاد اللي هي الدايره اللي انا ماشي عليها بالقلم دي، دي النيوكليس. مكانها فين يا مستر؟ واضح جدا يا ولاد اللي هي فين؟ in the center of atom، يعني في نص او في قلب الاتوم. بيقول عليها in the central core of the atom، يعني في قلب الاتوم في جواها من الداخل تمام كده. يبقى دي هي النيوكليس، حتى هنا في الصوره دي كده ادي النيوكليس. مكانها فين؟ in the central core of atom تمام. طب النيوكليس consists of ايه او contain ايه؟ هو كمان يا مستر النيوكليس ديت فيها حاجه من جوه. اه سبحان الله يا ولاد، يعني سبحان الله طبعا، يعني ربنا حتى في القران فمن يعمل مثقال ذرات خيرا يرى، صح ذره، يعني ربنا ذكر كلمه الاتوم دي اللي هي معناها بالعربي ذره. شوف حاجه صغيره جدا، تخيل بقى جواها كمان طلع في حاجه، سبحان الله. فالاتوم من جوه فيها ايه؟ فيها نيوكليس. طيب يا مستر خلاص عرفنا فيها نيوكليس ان ذا سنتر اوف اتوم. النيوكليس دي بقى كونتين ايه يا ولاد؟ كونتين نمبر ايه بروتونز. فين يا مستر اللي هم بروتونز دول؟ اللي هم بالاحمر دول اللي حتى عامل لهم حرف البي اللي هو الرمز بتاعهم. بروتونز ويز بوزيتيف تشارجد بارتكلز او بوزيتيفلي تشارجد بارتكلز، يعني البروتونز دول ويز بوزيتيف تشارج، اوعى تنساها. طب فيها ايه كمان؟ فيها اللي بالاصفر دول اللي انتوا شايفينهم بالاصفر دول يا ولاد اهي، البارتكلز الكبيره شويه دي اللي هي النيوترونز. احفظ الكلمات كويس، طبعا هي في الاول تبقى صعبه عليكم لكن ان شاء الله بعد كده تلاقيها اسهل درس. النيوترونز اللي هو which are electrically neutral اللي هي uncharged particles. يعني ايه uncharged؟ يعني فاضيه من جوه، لا هي positive ولا negative. طبعا في بعض التيتشرز بيعملوا ايه positive ونيجاتيف كده عادي عشان يعرفك يعني ان البوزيتيف زي النيجاتيف، لكنهم مش موجودين يعني اصلا uncharged، يعني مش مشحونه ما فيهاش تشارج خالص. يبقى دلوقتي تاني what is the structure of atom؟ atom consists of nucleus، nucleus in the central core of atom. طب النيوكليس كونتين ايه؟ نيوكليس كونتين بروتونز with positive charge and neutrons with طبعا with neutral charge which are called uncharged particles. بيقولوا عليها ان هي uncharged particles يعني مالهاش شحنه. تمام يا مستر؟ احنا كده عرفنا الاستراكشر بتاع الاتوم. لا لسه ما خلصتش، استنى شويه. ليه يا مستر تاني؟ وفي حاجه بره؟ اه طبعا، تعالوا نشوف. نمبر 2 الالكترونز يا ولاد. فين دول يا مستر؟ احنا كل ده كنا بنتكلم عن المنطقه اللي جوه دي، نيوكليس، والنيوكليس كونتين بروتونز اند نيوترونز. امال مين اللي بره دول اللي عاملين يدوروا بره دول؟
اللي بره دول اللي هم لفيته الف عليه وانا بالاحمر دول كده البارتكلز ديت دول بيسموهم باسم الكترونز. طب ايه حكايتهم دول يا مستر بقى؟ تعالوا نشوف. اول حاجه they are negatively charged particles, negative charge. يا مستر يعني كده فهمنا حاجه ان جوه النيوكليس فيها في بارتكلز بوزيتيف وفي بارتكلز ما لهاش تشارج خالص اللي هي نيوترونز اللي بالاصفر. يعني من الاخر كده النيوكليس دي بوزيتيف. ليه تديها بوزيتيف؟ ليه؟ عشان اللي جواها اللي بالاحمر اللي هم البروتونز دول بوزيتيف واللي بالاصفر دول اللي هم النيوترونز اصلا يا مستر ما لهمش تشارج. يبقى مين اللي كسب؟ البروتونز. برافو عليك. طب مين بره؟ they are negatively charged particles called electrons. هم دول بقى اللي بره دول نيجاتيف. كل دول نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. تمام. They revolve around the nucleus طبعا at a very high speed. بيلفوا يا اولاد زي ما انتم شايفين كده في الصوره دي مثلا تبين لك طبعا around the nucleus in very high speed and energy. طبعا بيلفوا بسرعه كبيره جدا in levels يعني في مستويات يعني شايفين الخطوط دي عارفين زي السكه الحديد كده بتاعت القطر. الالكترون ده عمال يلف في الطريق بتاعه ده زي البلانتس around sun زي الكواكب يا اولاد حوالين الشمس بيلفوا طبعا في ليفلز بيسموهم باسم ايه يا اولاد؟ كولد انرجي ليفلز. طب مين هم الرموز بتاعتهم؟ مصدرهم يا اولاد بالرمز كي ال ام ان او بي كيو. هنعرفهم ان شاء الله بعد كده بالتفصيل لو بس ما نستعجلش. كده عرفنا الاتوميك ستراكشر نيوكليس وكمان الكترونز اراوند ذا نيوكليس. تعالوا نشوف يا اولاد بقى الاتوم كده على شكل لعبه كده على شكل جيم مع بعض نعمله. هنا مثلا عندكم ده الاستراكشر بتاع الاتوم بس دي فاضيه يا مستر. دي يعني بقى احنا نملاها كده ونحط فيها البارتكلز اللي احنا قلنا عليها. يعني الاتوم فيها ايه؟ قلنا في السنتر قلنا يا مستر ان ذا سنتر اوف اتوم ذير از بروتونز. في بروتونز اهي موجوده كده هيدروجين. طب لو زودت واحد كمان بقى هيليوم لان كل اتوم ليها عدد معين يا اولاد من البروتونز انسايد ات. طيب مثلا ده ليثيوم تعالوا نعملها مثلا كربون 5 طبعا اللي هو البريليوم طبعا 6 اللي هو 5 سوري بورون البريليوم 4 ال 5 بورون نمبر 6 طبعا اللي هو مين؟ الكربون. طيب ده البروتونز. طب في ايه كمان جوه النيوكليس يا مستر؟ في نيوترونز والنمبر اوف نيوترونز يا اما يكون ايكوال يا اما يكون مور ذان ذا نمبر اوف بروتونز. انا كده حطيت 4 بصوا ما انتم شايفين فوق كده 4 وادي 5 وادي 6. طيب كده يا مستر النيوكليس اكتملت. In the center of atom there is the nucleus. في nucleus contain protons with positive charge and neutrons with neutral charge. يعني مالهمش charge النيوترونز دي. عشان كده يا ولاد زي ما احنا قلنا ان النيوكليس التشارج بتاعتها ايه؟ بوزيتيف لان هي اللي كسبت. ما هو النيوترونز دول مالهمش تشارج فمين اللي كسبان دلوقتي؟ البروتونز يا مستر اللي هم البوزيتيف. طب في ايه بره بقى؟ Around the nucleus there is ايه طبعا energy levels زي ما احنا قلنا كده والانرجي ليفلز دي بتدور فيها حاجه اسمها الكترونز. هنعرف ان شاء الله بعد كده بيتوزعوا اشمعنى اتنين هنا يا مستر وليه ما احط واحد تالت ما ينفعش. شوف ما قبلش ازاي جه فين جه هنا هنعرف ان شاء الله الحصص اللي جايه. ادي الالكترونز اهي اراوند ذا نيوكليس زي ما انتم شايفين كده ومش ملاحظين حاجه ان يا مستر لازم يكون النمبر اوف بوزيتيف بروتونز اللي هم الاورنج دول يا اولاد سته دول ايكوال ذا نمبر اوف نيجاتيف الكترونز اوتسايد ذا نيوكليس. يعني لازم يكون البوزيتيف انسايد ذا نيوكليس اللي هم البروتونز ايكوال الالكترونز اللي هم بالازرق دول اللي هم اوتسايد ذا نيوكليس. فعد كده احنا قلنا يا مستر 6 1 2 3 4 5 6 البروتونز اللي هم البوزيتيف يا اولاد اما الالكترونز النيجاتيف فهو 1 2 3 4 5 6 كده يا اولاد اسمها نيوترال اتوم زي ما انتم شايفين كده. عشان كده جه سؤال هنشوف سؤال دلوقتي في جيف ريزون يقول لك الاتوم has neutral charge. ليه الاتوم بتكون electrically neutral يعني شحنتها متعادله لان يا مستر اكيد البوزيتيف انسايد ذا نيوكليس ايكوال ذا نيجاتيف تشارجز اللي هم الالكترونز اوتسايد ذا نيوكليس. يلا بقى نرجع ونشوف الاسئله بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف كام سؤال جيف ريزون. يعني شايفين الثلاثه اللي قدامكم دول على الاقل في واحد منهم في الامتحان على الاقل ان ما كانش ممكن يجوا اثنين كمان. جيف ريزون يقول لك ايه؟ The mass of atom is concentrated in the nucleus. العلماء اكتشفوا يا اولاد ان التقل بتاع الاتوم كله بس ننضف بقى الاتوم دي شويه كده عشان نعرف نشرح عليها تاني.
العلماء اكتشفوا ان التقل بتاع الاتوم كله الماس بتاعتها كلها متركزه فين؟ في النيوكليس دي. فهمنا يا مستر، يعني واضح كده حضرتك عايز تقول ان اللي بره دول خفاف خالص. ايوه برافو عليك، زي بالظبط انت جاي من السفر وشايل شنطه تقيله وشايل ورقه في ايديك، ورقه، فطلع الزميل بتقول له يا ده الشنطه كانت في ايدي تقيله قوي، ليه ما جبت سيره الورقه؟ عشان يا مستر اصلا هي دي حاجه هبله يعني يا مستر، دي حاجه صغيره خالص. بس برافو عليك، نفس الكلام التقل بتاع الاتوم كله، التقل بتاع الاتوم كله يا ولاد فين؟ في النيوكليس. طب يا ما خدتش بالك ليه يا محمد مثلا الالكترونز انت وعبد الرحمن الالكترونز دي ما جبتش سيرتها ليه؟ يا مستر دي حاجه هبله، دي خفيفه خالص. بس هي دي الاجابه يا ولاد، مش هتقول كده يعني، هتقول ازاي؟ هتقول طبعا because the electrons has a very small mass، الالكترونز دي عندها ماس صغيره خالص relative to the protons and neutrons. يا مستر، يبقى ليه الماس of atom is concentrated inside the nucleus؟ because the electrons اللي هم اللي بره has a very small mass relative to the protons and neutrons. برافو عليكم. السؤال التاني، the nucleus is positively charged. يا مستر ده حضرتك قلتها وانت بتجاوب واحنا بنشرح، قلت لنا يا مستر ان النيوكليس دي فيها بوزيتيف بروتونز اللي بالاحمر دول، يبقى هما كده بوزيتيف، واللي بالاصفر دول ان تشارجد ما لهمش شحنه، يبقى مين اللي كسبان وخلى النيوكليس دي بوزيتيف؟ هما البروتونز. يبقى ليه الاجابه؟ هقول طبعا الاجابه بتاعتي because it has positive protons and neutral neutrons، عشان فيها positive protons and neutral neutrons، دول كانهم ما فيهمش تشارج، فمين اللي كسبان؟ البوزيتيف بروتونز، فهم اللي خلوا النيوكليس بوزيتيفلي تشارجد. يا رب نكون فاهمين. يعني انت عايز افهمها لك ازاي؟ مثلا يعني انت مثلا معاك شنطه فيها كرات وليكن يعني مشحونه ببوزيتيف تشارج، وكرات تانية ما لهاش تشارج خالص، فتقول يا مستر ان الشنطه اللي انا شايلها دي بوزيتيف، ليه بوزيتيف تشارج دي يا مستر؟ ليه مشحونه موجب ليه؟ عشان مثلا اللي معاها دول ما لهمش لازمه، دول ما لهمش تشارج اصلا، فهمتوا؟ يبقى because it has positive protons and neutral neutrons. اخر حاجه يا ولاد دي هقولها لكم الاول، اكتشفنا حاجه غريبه قوي. عدوا معايا كام بروتون بوزيتيف جوه النيوكليس كده، عدوا معايا، ادي يا مستر واحد اللي بالاحمر صح، البروتونز اللي هم البوزيتيف، ادي 2 3 4، تمام. How many electrons outside the nucleus اللي هم نيجاتيف؟ كم بره نيجاتيف يا مستر؟ تعالوا نشوف، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، يعني 4 بوزيتيف و 4 نيجاتيف دايما يا ولاد كده. سبحان الله، ربنا عمل اتزان يا ولاد، عمل اتزان يعني ايه؟ خلى النمبر اوف بوزيتيف بروتونز inside the nucleus equal to the number of negative electrons outside the nucleus. يعني البوزيتيف بروتونز اللي هم البي اللي بالاحمر دول قد دايما الالكترونز اللي بره. طب لو انا كنت عاملهم 5 جوه كنت هتلاقي 5 بره، طب لو انا كنت عامل 10 جوه كنت هتلاقي 10 بره الكترونز نيجاتيف. يبقى دي اجابه السؤال اللي هي ايه؟ اذا اتوم از الكتريك للنيوترال، ليه بتكون متعادله في الكهرباء بتاعتها في الشحنه بتاعتها؟ طبعا تقول له because the number of negative electrons، طبعا دي علامه النيجاتيف، equal، ودي اهم كلمه لازم تتكتب، the number of positive protons. خد مني الاجابات واكتبها في كشكول ليك كده او دفتر خاص بيك كده وسجلها عشان خاطر طبعا تقدر تحفظ الليسون، لان انت مش هتقدر تحفظ الشاشه كده، فاكتب طبعا في دفتر او في حاجه. يبقى because the number of negative electrons equal the number of positive protons. تلات اسئله مهمين جدا، ده مش بس بيقولك give reason، ده ممكن يقولك scientific term، سوري ممكن يقولك choose، ممكن يقولك complete، فلازم يا ولاد تذاكرهم كويس جدا. يعني ممكن يقول لك ايه؟ نمبر 2 مثلا، the nucleus is each space charged. تقول لي positive charged. ممكن يجي لك الاجابه بتاعت نمبر 3، the number of negative electrons space the number of positive protons. هتقول له ايه؟ equal، وهكذا. السؤالين بقى يا ولاد انا عايزكم تجاوبوا لي عليهم في التعليقات هنا في الكومنتات، تقولوا لي كده طبعا انتوا شفتوا الفيديو، وده هعرف ان انتوا شفتوا الفيديو للاخر ان انتوا تجاوبوا السؤال ده ان شاء الله. اول حاجه تقول لي لو اتوم فيها 10 بروتونز يبقى يا ترى النمبر اوف الكترونز كام؟ هاو ميني الكترونز اوتسايد ذا نيوكليس اوف هيليوم
which contain 10 protons، يعني كام الكترون في الهيليوم اللي هي اصلا جواها 10 بروتونز، في كام الكترون بره. السؤال الثاني بقى، مين هو البارتكل، البارتكل اللي الماس بتاعته يعني we can neglect it، ممكن نهملها، تمام، while its charge very important. يا ترى مين البارتكل ده يا ولاد؟ بكده احنا خلصنا بارت نمبر 1، الجزء الاول من الدرس بتاعنا. انتظروا ان شاء الله الحصه اللي جايه هيكون فيها الجزء الثاني من الدرس، وموضوع مهم جدا جدا. اعتبروا يا ولاد ان الثلاث حصص اللي جايين دول او الاربعه دول تاسيس ليك، اهتم فعلا بالدرس ده، مهم جدا يا ولاد. بالتوفيق ليكم، واشوفكم ان شاء الله على خير الحصه اللي جايه مع بارت نمبر 2، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.